السلام عليكم خوتي وخواتاتي الرجاويين، مرحبا بكم في القناة ديالنا الرجاء بالدارجة. إلا كنتو أول مرة تشاهدوا القناة ما تنسوش تشاركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وما تنسوش بارطاجوا الفيديو ديالنا مع الأصدقاء ديالكم وشكرا لكم. والآن غادي نبداو الأخبار ديالنا بأول خبر، ردود فعل من أنصار الرجاء عن استقالة جواد الزيات. خلف تقديم رئيس نادي الرجاء الرياضي جواد الزيات الاستقالة ديالو تفاعل كبير من الأنصار الفارق واللي دلو بالآراء ديالهم فيما يخص بتنحي الرأس على المنصب ديالو، وخاصة بالطريقة المفاجئة اللي خرج بها. وعلن نادي الرجاء الرياضي ليلة أمس الأحد استقالة الزيات من المنصب ديالو كرئيس الفريق الأخضر، وتحديد الثالث من شهر أكتوبر القادم موعد الجمع عام استثنائي تم فيه تحديد الرئيس والمكتب المديري الجديدين للفريق. وتفاعلوا أنصار الرجاء مع تدوينات الفريق الأخضر الأخيرة بين اللي متقبل رحيل الزيات وشكروا وبالمتحصل على الرحيل ديالو، مشيرين إلى أن إمكانية تدهور أوضاع الفريق في ظل الظرفية الحالية واللي كيعيشها الفريق واستمرار منافسه في كأس محمد السادس الأندية الأبطال منذ الموسم المنصرم بعد ما بات هذا اللقب مطلب للجميع. والآن نمروا للخبر التالي، خليل لوزيتش كيستحضر ذكريات الفوز مع الرجاء بدوري الأبطال. استحضر البوسني واحد خليل لوزيتش مدرب المنتخب الوطني الاول لكرة القدم ذكرى تتويجه بلقب دوري ابطال افريقيا مع فريق نادي الرجاء الرياضي سنة 1997، ونشر خليل لوزيتش صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام واللي جمعته بمساعد مدرب حراس المنتخب وحارس الرجاء السابق مصطفى الشادلي مباشرة بعد نهاية مواجهات افريقيا الوسطى لحساب الجولة الثالثة من تصفية الكال كاميرون، وكتب صورة كتجمعني بمصطفى الشادلي وكترجعني لسنة 1997 فاش فزت بلقب دوري الابطال مع الرجاء بضربات الجزاء. والتذكير بان واحد خليل لوزيتش درب الرجاء موسم 1997-1998 وتوج معاه بلقب دوري ابطال افريقيا اضافة للبطولة الوطنية. والان غادي نمروا للخبر التالي، استقالة الزيات مجرد هروب من المسؤولية. اكد نور الدين الكرف الصحفي الرياضي بجريدة الصباح ان استقالة جواد الزيات من رئاسة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم كتعتبر هروب من المسؤولية. وقال الكرف في تصريح يوم الاثنين ان الاستقالة ما كانتش في الوقت المناسب في ديال الظروف اللي عاشها وكيعيشها الرجاء. واشار الزميل الصحفي الى ان الفريق الاخضر مقبل على نصف نهائي كأس محمد السادس الاندية البطالة، واللي كيزيد من التأكيد على ان خطوة الزيات ماشي في وقتها المناسب ورضف في السياق ذاته. كنتصور فقط كيفاش تلقاو اللاعبون نبأ الاستقالة في هاد الظروف وهم مقبلين على اياب المربع الذهبي للكأس العربية ضد الاسماعيلي المصري. وفي الاخر عطيونا الرأي ديالكم، واستقالة الزيات من المنصب ديالو هي مجرد الهروب من المسؤولية. والان غادي نمروا للخبر التالي، سند الورفلي كيتعرض للإصابة. صاب مدافع نادي الرجاء الرياضي سند الورفلي في المباراة اللي جمعت يوم الأحد المنتخب الليبي بنظيره غينيا الاستوائية في تصفية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، وغادى الورفلي أرضية الملعب عند الدقيقة 82 متأثر من الإصابة اللي تعرض لها في اللقاء اللي انتهى لصالح غينيا الاستوائية بهدف دون عرض. وغادي يتم إخضاع الورفلي للفحوص الطبية اللي غادي تحدد طبيعة الإصابة ديالو ومدى الخطورة ديالها والمدة اللي غيحتاجها للتعافي، وكيختار الرجاء من دخول معسكر إعدادي قبل انطلاق الموسم الجديد من البطولة الوطنية بعد ما انهى الأخضر الموسم ديالو الماضي بتحقيق لقب الدوري وبلوغ نصف نهائي الأبطال واستمرار منافسته على كأس محمد السادس الأندية البطالة. والآن غادي نمروا للخبر التالي، أوصل الزيات دير اللي بغيتي.
كشف مصدر مسؤول من فريق الرجاء الرياضي أن محمد أوزال حاول إقناع الزياج بالاستمرار في المنصب ديالو كرئيس الفريق الأخضر، لكن الزياج رفض ذلك وتثبت بالاستقالة ديالو وبرر الزياج الرغبة ديالو في الرحيل بالسب والشتم وتراجع عمله المهني بالإضافة لظروفه العائلية. وخاطب أوزال الزياج بعد ما تأكد رفض الزياج تراجع القرار الاستقالة ديالو بالقول دير اللي بغيتي ونهى الاتصال معاه، ودعا الزياج مباشرة بعد نهاية اتصاله مع أوزال لاجتماع طارئ اعلن فعل الاستقالة ديالو من منصبه كرئيس النادي، واخبر أعضاء المكتب ديالو بأنه غادي يرحل عن الفارق في 3 من ديسمبر المقبل. والآن غادي نمروا الخبر التالي، عروض ألمانية هولندية لعبد الإله مذكور. بات عبد الإله مذكور مدافع الرجاء الرياضي لكرة القدم هدف المجموعة كبيرة من الأندية الوطنية والأوروبية اللي عبرت عن الرغبة ديالها بالفوز بالخدمات ديالو خلال الميركاتو الصيفي الحالي. كشف عبد الإله مذكور أنه تلقى في الآونة الأخيرة عروض من بعد أندية البطولة الاحترافية واللي كتعمل من أجل الضم ديالو للصفوف ديالها خلال الميركاتو الصيفي الحالي واللي غيستمر لغاية نهاية الشهر الجاري. وكشف اللاعب ذاته أنه الجانب عروض المحلية فإن الوكيل الأعمال ديالو تلقى عروض أجنبية من أندية ألمانية وهولندية بعد المستويات المتميزة اللي ظهر بها خلال المباريات الأخيرة للفريق الأخضر في الدوري الاحترافي ودوري أبطال إفريقيا. والتذكير فإن عبد الإله مذكور نتج خالص من دراسة الرجاء الرياضي وتدرج بمختلف الفئات ديالو العمرية حتى وصل الفريق الأول وقدم الأوراق الاعتماد ديالو بشكل جيد خلال منافسة الموسم الكروي الحالي وظهر بمستويات متميزة أمام أندية كبيرة من قيمة تشارجي التونسي والزمالك المصري. والآن غادي نمروا الخبر التالي، أخيرا نهاية خلاف أيتمنى مع فريق الرجاء الرياضي. غادي يوضع راحل جواد الزيات عن فريق الرجاء الرياضي حد فاصل الخلاف القائم بينه وبين هشام أيتمنى رئيس فريق شباب المحمدية حسب ما صرح به الآخر في أكثر من المناسبة. ودخل أيتمنى خلاف مع الرئيس الرجاوي بسبب تصريح الزياج في احد المنابر الاعلاميه اكد من خلاله انه ما يمكنش بيع عقد بدر بانون الفريق في الهواج علما ان الزياج كان وافق على العرض ودخل في مفاوضات لانهاء الصفقه قبل ما يتراجع عليها خوف من ضغط الجماهير الرجاويه. واعتبر ايتمنى تصريح الزياج تنقص من فريق ديالو واللي كيتوفر على تاريخ رياضي كبير، الامر اللي دفعوا الدخول في خلاف كبير مع جواد الزياج وباقي مكونات الرجاء خاصه الجماهير الرجاوية واللي عبرت على الغضب ديالها مساندة أيتمنى الوداد أكثر من 2 سنوات. وأكد رئيس ممثل الظهور في أكثر من مناسبة أن الخلاف بينه وبين الزياج غينتهي إما باعتذار رسمي من الآخر أو بتنحي أحد الطرفين من منصب كرئيس الفارق. وكانت كتجمع الزياج وأيتمنى صداقة كبيرة قبل ما تحول الخلاف بسبب تصريحات الرئيس الرجاوي اللي استهزأ فيها فارق من حجم شباب المحمدية وحاول إخفاء حقيقة تفويت عقد بانون المحمدية في الوقت اللي أكد أيتمنى صحة كلامه عبر الرسائل الإلكترونية اللي توصل بها من الرئيس الرجاوي. والآن خوتي وخواتاتي الرجاويين انتهينا من فقرة أخبار الرجاء الرياضي هاد اليوم، إلا عجبكم الفيديو ديالنا ما تنسوش الإعجاب به والإشتراك في القناة وتبارطاجوا الفيديو ديالنا مع الأصدقاء ديالكم وما تنسوش تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وشكرا لكم.